ما كملت السؤال ديالي وبقى كيدوي. كل واحد فينا الفشل. راه انت اللي فاشل. خليها تجاوب، خليها تجاوب. تفضل اسمي. الفشل ولدي ما عمل الفنان اللي كيحس بالفشل. صافي صافي، لا ما يجاوبني. صافي خلي بلا ما يجاوب. ناقص. صافي بلا ما تجاوب. سؤالك ما عندي ما ندير به انا. الله. واش نكمل السؤال ديالي ولا يبقى داوي بوحدو؟ ديها سير 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 حط الميكرو سير. الله يا لا كاين شي واحد بعقلو ندو معاه. نعم نعم. جايب لي هادو خاصهم الحجر ويجيب البركات. عجبتك ما تنسينا 64 عام ويلا حلمت بالوقت ويجي إلى كان مبتدئ في الصحافة في البداية يقول السلام عليكم هذا ما سلمش أدخل فشل ديريت. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. كيفاش كتعامل مع الفشل ديالك اللي كنشوفو حنا؟ أو عاودك كدير الله يخليك. صافي سالينا هذا ديال الفشل صوت شي حاجة أخرى. ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل. هي سمعي ولا بغيت نسولك واحد السؤال اللي محير. فعلا فعلا هو سؤال حيرني وطير النوم من عيني. ملي كتفشل كيفاش كتعامل مع الفشل ديالك؟ يدك أصاحبي مبقاش تدي بحق الله يرحمه راه عدوي أنا بنادم مبقى يدي بحق صحافي وفنان ولا حتى يدك ودوي. مالك صاحبي؟ لا غير كنشرح لك. اشرح ويدك ديرها هكا ولا هذا ما تهش عليك. واخا سي مهيول سي مهيول وقتاش غتبقى تتعدى علينا بالكوميديا ديالك؟ يلا جاوب سي مهيول. انا خلقني الله كوميدي، انا شكلي كوميدي، خلقني الله كوميدي. سي مهيول قربنا دابا الفطور غادي يأذن. او ميم طون حنا كنهضروا كناكلوا وناقشوا مواضيع. اذا الاذان دابا غيأذن. انا ما عنديش مشكل. 3 2 1 اي حلي صيام كسيم هيول. مرحبا بك، نهار كبير هذا، تفضل. عندي سكر انا ما كناكلش التمر. نعم مرحبا بك، انا فرحان لانك اليوم غتفطر معايا سيم هيول. لا ما عنديش مع الملح. عندي التنسيو. لا هذه ناقصه شي شويه. نعم انا راه سولت عليك في الاعداد قالوا لي انت ما كتاخذش الملح. الملح عندي وما كتاخذش. وحنا وميمطو كنهضر. لا البغرير لا والله ما كناكلو بالرب.